الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت مبيعات البنك المركزي في العراق من الدولار لتسجل 246 مليون دولار أمريكي، وشهد البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار ارتفاعا في مبيعاته لتصل إلى 246 مليون و566 ألف دولار أمريكي، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار، وذهبت المشتريات البالغة أكثر من 179 مليون لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي بشكل نقدي. أعلن سوق العراق للأوراق المالية أن عدد الأسهم المتداولة في جلسة اليوم بلغ 1,046,076,000 سهم بقيمة 1,344,000,000 دولار. وقالت السوق إن عدد الشركات المتداولة أسهمها بلغ 34 شركة من أصل 103 شركات مدرجة في السوق، فيما يستمر توقف 18 شركة لعدم تقديم الإفصاح المالي. وأضافت السوق أن عدد الأسهم المشترى من المستثمرين غير العراقيين بلغ 254 مليون سهم، وبلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 109 ملايين سهم. ارتفع سعر خام البصرة الخفيف ليسجل أعلى من 74 دولارا للبرميل الواحد بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية. وسجلت أسعار خام البصرة المصدر لآسيا 74 دولارا و66 سنتا للبرميل الواحد بارتفاع بلغت نسبته 1.99، فيما ارتفع أيضا خام البصرة الثقيل إلى 69.37 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 1.33%. وارتفعت أسعار النفط الخام، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آب ارتفاعا بنسبة 0.4% إلى 75 دولارا للمرة الأولى منذ نيسان عام 2019، فيما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط لشهر حزيران إلى 73.70 دولارا. ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، حيث عزز توقف ارتفاع الدولار من جاذبية الذهب، وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 1787 دولارا للأوقية الواحدة بعد ارتفاعه أكثر من 1% في الجلسة السابقة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1787.70 دولارا للأوقية، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى في شهرين مقابل منافسه. هبطت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين على خلفية تقارير عن أن الصين كثفت حملتها القمعية على تعدين العملة المشفرة، وتراجعت أكبر عملة رقمية في العالم إلى ما يصل إلى 31,760 دولارا صباح أمس الاثنين، لتنخفض إلى ما دون 32,000 دولار لأول مرة منذ 8 من حزيران الجاري. وعادت العملة للارتفاع مجددا، حيث تم تداولها بسعر 32,000 دولار لتسجل انخفاضا بنسبة 0.1%. كما انخفض المنافسون الأصغر مثل إيثيريوم بنسبة 12%. ختام الموجز بأمان الله.